بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو، ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت كافي تذاكر برضو ما تخافش. طب عاوز المعلومة من الآخر، تبقى السلسلة دي بتهمك انت بالتحديد. النهاردة نتكلم عن جزئية جديدة في الباب 23 الفيكولي دوروتا. شوف مع بعضنا موضوعنا النهاردة في الباب 23. هنتكلم النهاردة عن الكاسكو اوبليجاتوريو. امتى تكون الخوذة او واك الراس اجباري؟ طبعا الكاسكو هنقسمه على جزئين اتنين. الجزء الاولاني اللي هو بيتكلم على الكاسكو عامة كأوبليجو أو أوبليجاتوريو، والجزء الثاني اللي هي عملية الصيانة للخوذة. نتكلم الأول على الكاسكو أوبليجاتوريو. إزاي نقدر نحل أسئلة اللي ممكن تجيلي على فكرة أو موضوع الكاسكو أوبليجاتوريو؟ هنحل الأسئلة بكلمتين اتنين، كلمة تشيكلو موتوري وموتو تشيكلي. تشيكلو موتوري وموتو تشيكلي، إن جيت معاهم سولو تبقى فالسو، إن جيت معاهم الرخصة بي تبقى فالسو، نون أوبليجاتوريو تبقى فالسو. يبقى تشيكلو موتوري موتو تشيكلي من غير سولو ومن غير البي ومن غير نون أوبليجاتوريو، بس سهلة وبسيطة. تشيكلو موتوري موتو تشيكلي من غير سولو، من غير البي، من غير نون أوبليجاتوريو. طب يلا كده ندخل على الأسئلة ونطبق الكلام ده عملي في حل الأسئلة. شوف مع بعضنا السؤال الأول. الأسئلة هتبدأ لي بالمفتاح كده، الكاسكو اي اوبليجاتوريو، يبقى موتو تشيكلي فيرو. اتنين، الكاسكو اوبليجاتوريو موتو تشيكلي فيرو. الكاسكو اوبليجاتوريو تشيكلو موتوري فيرو. أربعة، الكاسكو اوبليجاتوريو تشيكلو موتوري فيرو. خمسة، الكاسكو اوبليجاتوريو تشيكلو موتوري سولو فالس، تشيكلو موتوري مع سولو تبقى فالس. ستة، الانكازو او الكاسكو نون اوبليجاتوريو، يبقى هنا عندي كلمة التشيكلو موتوري، عندي البي ادي فالسو، وعندي كلمة نون اوبليجاتوريو تبقى فالس. يعني الاثنين ماشيين مع بعضهم، تشيكلو موتوري مع نون اوبليجاتوريو فالس، تشيكلو موتوري وفي البي اللي هي الباتنتا بي تبقى فالس. سبعة، اوبليجو دي لاوزو الكاسكو، اوبليجو دي لاوزو الكاسكو، دور بقى على شكل موتوري او موتو تشيكلي مش موجوده تبقى الاجابه فالص. 8، كواندو سيت شيركولاري ان لازونا لا فيلوسيتا كونترولاتا انفيريور 30 كيلو اوبليجاتوري، كلمه اوبليجاتوري هي ادور على شكل موتوري او موتو تشيكلي مش موجوده تبقى الاجابه فالص. 9، الكاسكو نون اوبليجاتوريو، هنا عندي كلمه الشكل موتوري ومعاها كلمه نون اوبليجاتوري، الشكل موتوري مع نون اوبليجاتوريو تبقى فالسو. 10، هنا بيقول لوزو ديل كاسكو اوبليجاتوريو، يبقى كلمه اوبليجاتوري لوزو ديل كاسكو اوبليجاتوريو ادور على الشكل الموتوري والموتو تشيكلي مش موجوده تبقى الاجابه فالسو. كده احنا حلينا كام سؤال؟ حلينا 10 اسئله اللي هم كل الاسئله اللي ممكن تجي لك على الجزئيه الخاصه بالكاسكو اوبليجاتوريو الخوذه إجبارية. حلناهم بكم كلمة؟ حلناهم بكلمتين اتنين، شكل موتوري وموتو تشيكلي من غير سولو ولا بي ولا نون أوبليجاتوريو. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.